السلام عليكم صبايا شباب مادة برمجة واحد. اليوم إن شاء الله راح نطبق الكود اللي شرحناه بالفيديو السابق اللي كلياتنا متذكرينه، اللي كان بيستخدم ل أو كود كتبناه بحيث إنه نحسب مساحة الدائرة. راح نشوف كيف راح نعمل كود بطريقة إنه تكون المتغير إحنا معرفينه، إحنا نعطيله value، وبعديها إن شاء الله إذا كان في متسع من الوقت راح نشوف كيف ممكن نقرأ هذا الفاليو من اليوزر، خلونا نبلش مع بعض. نفتح برنامج نت بينز ونبلش. هعمل أنا فايل نيو بروجكت، جافا ابلكيشن، نيكست. ده أسميه مثلا، خلينا نشوف شو كان مسميه بالسلايد، كومبيوت اريا. خلينا أسمي نفس الفكرة compute، سوري بالإنجليزي compute area. طبعا أنتم ملاحظين إنه في السلايد كيف سمى الكلاس compute area، أول حرف من كل كلمة سماه capital. حكينا هذا هو الشغل الستاندرد اللي ال هذا هو الشغل الستاندرد اللي يفضل إنه إحنا نمشي عليه بأسماء الكلاسات، الكلاسات. فأنا بدي أسميه Compute Area Finish. هيفتح لي طبعاً هو هلأ بروجكت جديد والنت بينز لأنه مميز شوي، تمام؟ فجاب لك اسم الكلاس وجاب لك اسم الفانكشن تاعت المين. أنت بس تعال هون واكتب، اعمل انتر وبلش اكتب عندك. حكينا ايش أول خطوة عندي، بدي أعرف المتغيرات، تبعتي. هلا بنيجي بنفكر بنقول كيف بدنا نحسب محط الدائرة. في عندي معادلة اللي هي بتقول باي نق تربيع، يعني عشان أحسب مساحة الدائرة بدي نصف القطر تبعها، فبدي أعرف متغير عشان يحمل لي قيمة نصف القطر. فبدي أقول دبل radius، طبعا بتسموه الاسم اللي بدكم إياه، ما ننساش السيموكولوم اللي هي statement terminator. طيب بدي أعرف كمان متغير لحتى يحمل قيمة مساحة الدائرة. هاي عندي double area، بتسموا المتغيرات الاسم اللي بدكم إياها بس ما بتبلش بأرقام، طيب بدي أعطي قيمة لمين؟ لradius. هاي radius يساوي مثلا 15. بدي هلأ أحسب الأريا، بدي أقول له إنه أريا تساوي radius. طبعاً فيش بالجافا فيش الضرب العديدة الرياضيات، في النجمة اللي هي شفت رقم 8، ضرب radius ضرب قيمة الباي 3.14، تمام؟ السيمي كولوم statement terminator. بعدين شو حكينا؟ بدنا نطبع له ال قيمة تاعت المتغير وقيمة المساحة. system طبعا as capital، هاي system dot out dot print dot print len، تمام. جواتها بدي أطبع جملة هيك تكون يعني واضحة لليوزر لما يقرأها، يعني أي حد يجي يقرأ الجملة يفهم إحنا شو عاملين. يعني أنا قادرة مثلا أطبع له بس area، هقول له هاي الاريا ها اطبع متغير، تمام؟ اديته انا اقول للسيستم بتاعت برنتلين اطبعي لي قيمه المتغير هذا اللي اسمه اريا. تعال نعمل رن للكود. طبع الاريا. المستخدم فاهم هو اصلا انت شو اللي طبع له اياه، شو هذا الرقم، شو بيمثل. عشان هيك خلونا نضيف له جمله بسيطه، مع الاريا. تعالوا نشوف كيف بدنا نطبع نصوص ومتغيرات. هلا متغير لحاله بنطبعه بهذا الشكل زي ما انتم شايفين، بعطي له قيمه المتغير او اسم المتغير. لو بدي اطبع نص ومتغير زي الفيديو اللي شفناه، او سوري زي السلايد، فبروح بقول له هون انه مش area، بقول له انه مثلا the area of circle with radius is، تمام. كيف بدي انا اطبع هلا قيمه المتغير هون؟ بسكر الدبل كوتيشن، شايفين هاي قيمة هاي النص كله موجود وين؟ بين دبل كوتيشن، هاي دبل كوتيشن وهي دبل كوتيشن، هي علامات التنصيص. بروح بعد الدبل كوتيشن بوقف الماوس وبعمل بلس، تمام؟ ايش بلس شو؟ بقول له حط لي هون
اطبع لي هون مع مين نصف القطر، اطبع لي هون نصف القطر. تعالوا نشوف ايش بده يطبع لنا. هاي the area of the circle with radius 15. احنا ايش عرفنا؟ ايش اعطينا القيمة؟ 15. فراح جاب لي قيمة مين؟ قيمة الراديوس. راح جاب لي قيمة الراديوس. تعالوا نكمل الجملة تبعتنا. طيب لو انا بدي اضيف نص بعد المتغير، نفس الفكرة، بنستخدم البلس. هاي بلس وهي علامات تنصيص، نعمل سبيس عشان بس ملزقهمش في بعض. is مثلا equal to، يعني مساحة الدائرة اللي نصف القطر تبعها 15 is equal to، وبعطي له مين؟ المساحة، بعطي له المساحة يساوي الاريا وخلص. مش هحط إشي أنا بعد الاريا، فبوقف المعادلة تبعتي. The area of circle with radius 15 is equal to 706.5. هيك هو فهم، هيك هو فهم أنا شو بأطبع له بالضبط. فالضروري نفهمه شباب صبايا من كود اليوم، كيف بنعرف متغير؟ بكتب النوع بعدين اسم المتغير، بكتب النوع بعدين اسم المتغير. أول نوع تعرفنا عليه اليوم هو الدبل. أول نوع تعرفنا عليه اليوم هو مين؟ الدبل. الدبل اللي هو زي هذا الرقم مثلا، زي 3.14، ده بيعتبره رقم دبل، هو الأرقام العشرية. طبعا بيحمل كمان الأرقام الصحيحة، يعني عادي ممكن أخزن 15 جوات متغير من نوع إيش؟ دبل. تمام؟ في عندي دبل اريا، هو المتغير اللي حكينا بده ياخذ جوات او نخزن جواته مساحه الدائره، بدنا نخزن جواته مساحه الدائره. وفي عندي هون بعدين مساحه الدائره عرفتها بالمعادله تبعتها، وهون جمله الطباعه، وشفنا كيف بنطبع سترينج مع متغير. بكتب النص اللي بدي اياه بين الدبل كوتيشن، بعدين بحط زائد، بعدين بحط اسم المتغير، تمام؟ عشان افصل بين النص وبين اسم المتغير. لو بدي اجي اطبع اي شيء ثاني بعد المتغير، بروح بحط كمان مره بلس، بحط النص اللي انا بدي اياه، بحط النص اللي انا بدي اياه، تمام؟ وعملنا رن الكود تبعنا، وشفنا شو الاوتبوت تبعه على شاشه الكونسول، شفنا شو الاوتبوت تبعه على شاشه الكونسول، تمام؟ هون مثلا شايفين هدول السطرين اللي هنا، شايفين هدول السطرين، ممكن انا استعيض بينهم هدول الاربع اسطر اللي هان، ممكن استعيض فيهم بسطرين، ممكن استعيض فيهم بشو؟ بسطرين. تعالوا نشوف كيف ممكن نستعيض فيهم بسطرين. خليني اعمل فايل جديد جوات البروجكت ونشوف كيف ممكن نسميه. خلينا نسميه مثلا ها نيو ماي او كومبيوت اريا، عشان ما نتلخبطوا مع بعض. ماشي، نيو كومبيوت اريا هاي فينش. هاي فتح لي كلاس سمالي اياه باسم الفايل، تابع لمين؟ لنفس المشروع اللي فيه الكمبيوت اريا. بدي اكتب هنا فانكشن المين، هاي بابليك. هاي لو عملنا، شايفين حفرجيكم شغله ممكن تسهل عليكم بعمليه الكتابه. هاي كلمه بابليك، تمام؟ لو ضغطت تاب، في عندكم زر تاب على الكيبورد، هاي public، لو ضغطنا على tab على الكيبورد حتلاقوا لحاله بيكملها، تمام؟ هاي static، شايفين كيف كملها؟ void، هاي كملها، أو رخبط بين واحدة تانية، هاي void. void public static void، وهي main، بدناش ننسى البارانثيزس تبعت المين، وبدنا نكتب هون في النص قبل ما نروح، بدنا نكتب string args اللي احنا حكينا عنه من هدول ايش مهمين. فيش عندي spaces بين string وتبعون مين، فيش فراغ هون، على طول موجودين ورا بعض. فشايفين الجملتين اللي كتبناهم هون، قصدي الاربع جمل اللي كتبناهم هون، انا ممكن اختصرهم بسطرين فقط، ممكن اختصرهم بسطرين فقط. كيف؟ ممكن انا اعرف المتغير دبل radius واعطي له قيمه مباشره، اقول له هون ان الراديوس 15. ممكن اعرف المتغير واعطي له قيمه بشكل مباشر هنا، ممكن اعرف المتغير واعطي له قيمه
في نفس السطر. هون هو بروح بعرف مساحة في الذاكرة اسمها radius وبحط فيها مباشرة قيمة ال 15. ممكن أعرف هون الأريا دبل أريا وأقول له إنه دبل أريا تساوي radius ضرب radius ضرب 3.14 تمام. وهنا أقول له system هاي system dot out dot print هاي print لين مثلا تمام. وأقول له بجواتها اطبع لي مثلا the area of the circle with radius is plus area. حنشوف حيديني نفس الاوتبوت ولا لا. هاي ديباج ديباج لهذا الفايل. هاي اعطاني نفس الاوتبوت اللي اعطاني اياه هذا. هاي ديباج ديباج الفايل. هاي هاد اعطاني نفس الاوتبوت اللي هنا. هاي طلع مره ثانيه على الاوتبوت هون. سوري خلينا مره ثانيه نعملها ران. هاي هذا الاوتبوت اللي هون حتلاقوه نفس الاوتبوت اللي طلع معانا هنا. فعشان هي اكثر مره احنا حكينا لكم فيش اثنين بيكتبوا نفس الكود. فيش اثنين بيكتبوا نفس الكود. ممكن كل واحد فينا يكتب كود بطريقه مختلفه. يعني الاربع اسطر الموجودين هون انا هنا في هذا الكود الثاني تبعي اختصرتهم بسطرين. اختصرتهم بسطرين تمام. هلا الجزئيه الثانيه اللي راح نتعرف عليها اليوم راح نكمل مع بعض السلايد. راح نشوف كيف ممكن نقرأ قيمة من مين؟ من المستخدم. أنا هنا عرفت له بالكود القيمة. كيف طب ممكن أقرأ قيمة من المستخدم؟ رح نستخدم مع بعض لايبراري جديدة اسمها سكانر. لايبراري جديدة اسمها سكانر. كيف بدي أقرأ من المستخدم قيمة من الكونسول؟ الشاشة البيضاء هذه الصغيرة اللي تظهر عنا تحت. بقولنا عشان تقرأ قيمة جديدة من الكاستمر من شاشة الكونسول بدنا نستخدم السكانر. بدنا نستخدم السكانر تمام؟ تعالوا نشوف في can use the scanner class to create an object to read input from system.in تمام. شفنا احنا قبل هيك system.out وقلنا system.out هي اللي بنستخدمها عشان نطبع على الكونسول. بس السكانر مع system.in بدنا نستخدمهم عشان نقرا قيمه من الكاستمر من الكونسول. نقرا قيمه من الكاستمر من الكونسول. كيف بدنا نعرفه؟ أول حاجة بدنا نعرف السكانر. تعاملوا معها كأنها الباب البوابة اللي بده يدخل الكاستمر مين القيم تبعته منها. فبدكم تعرفوا أول إشي البوابة. فهذه هي جملة التعريف. سكانر input بيساوي new scanner بنعطي له جواته system.in. بقول له إنه أنت السكانر بدي أستخدمك عشان أقرأ قيم من مين؟ من الكاستمر. عشان أقرأ قيم من الكاستمر. بعد هيك كل مرة بدي أقرأ فيها من مستخدم بدي أكتب هاي الجملة تبعتي. بدي أكتب input.next double بتتغير بناء على شو؟ على نوع القيمة اللي أنا بدي أقرأها. يعني double radius يساوي input.next double معناته أنا بدي أخزن جوات المتغير اللي اسمه radius القيمة اللي بدي يدخلها المستخدم واللي نوعها double. هلأ مع بعض حنشوف في الكود كيف راح نستخدمه. شايفين هذا الكود؟ هلا احنا حكينا السيستم هي عباره عن لايبرري. السيستم عباره عن لايبرري بس معرفه بشكل تلقائي بالجافا. اما السكانر برضو عباره عن لايبرري بس عشان استخدمها بدي اعملها عمليه امبورت، عمليه استدعاء. شايفين هذا السطر اللي فوق؟ امبورت جافا دوت يوتيل دوت سكانر. برضو بدنا نحفظ زي اسامينا عشان هذه هي المكتبه اللي انا بدي استدعيها اللي حتخليني اقدر استخدم السكانر. اللي حتخليني اقدر استخدم السكانر تمام. بعدين حعرف السكانر تبعي. اول خطوه عندي حعرف السكانر. حعمل متغير من نوع سكانر واقول له انت يا متغير حستخدمك عشان اقرا من المستخدم قيم على الكونسول. فانت عباره عن سكانر جديد وحتاخذ شاشه الكونسول هي الانبوت تبعك اللي هي system.in. system.in system اللي احنا عارفينها من قبل تمام. طيب كيف رح تقرأ؟ أنا عرفت السكانر، كيف حستخدم السكانر؟ هنا عرفته سميته input. كيف حستخدمه؟ بعرف متغير من نوع double تمام كمثال وبقول له إنه الانبوت هذا
انت حاليا هتقرا قيمه نوعها دبل، نيكست دبل نوعها دبل، وحتخزنها في المتغير اللي اسمه شو؟ اسمه راديوس. والباقي هون نفس الاشياء اللي انتم تعودتوا عليها. في هون سيستم دوت اوت دوت برنت، بس هيك رساله للمستخدم عشان يعرف حاله شو بيدخل، عشان يعرف حاله هو شو بده يدخل. تعالوا مع بعض نطبق هذا الكود على الجافا، بعديها حنرجع نتعرف على الايدنتيفايرز اللي هم التعريفات الموجوده عندنا، والمتغيرات، انواع المتغيرات اللي موجودين وكيف ممكن انه احنا نعرفهم. وراح نتعرف على بعض انواع الداتا تايبس، تمام، وبعض التفاصيل الخاصه فيهم ان شاء الله بالفيديو بعد هذا. خلينا هلا نروح نكتب الكود الجديد باستخدام السكانر. نكتب الكود الجديد باستخدام السكانر. هاي فايل جافا، جافا كلاس، هاي نيكست. خليني اسميه كومبيوت اريا with scanner value عشان بس نميز. هاي فينش، هاي فتح لي الكلاس. حكينا اول حاجه بدنا نكتب فانكشن المين، هاي public static، هاي void، وهاي main. هاي افتح البرانثيز واذكرهم. هاي عندي string args، تمام. حكينا بدنا نستخدم احنا في القراءة من شاشة الكونسول، الشاشة البيضاء اللي كنتوا شفتوها هون اللي بتظهر هون تحت، بس بدي استخدمها عشان اقرأ من مين؟ من الكاستمر قيم، بدي اقرأ من الكاستمر قيم. وحكينا بنستخدم في هاي احدى الطرق اللي هو السكانر، وقلنا السكانر من المكتبات اللي لازم نعملها عملية استدعاء مش زي السيستم. فقبل جملة public class، شايفين قبل جملة public class بتيجوا هون فوقها وبتكتبوا import java.util. طبعا شايفين هون انه هو جاب لكم كل المكتبات اللي تابعين لها، فبامكانكم تختاروا اللي بدكم اياه. انا بدي استخدم scanner، هاي جاب، بضغط انتر وبحط، وهي سيمي كولوم statement terminator، هاي سيمي كولوم statement terminator. أول خطوة عندي شو هي؟ بدي أعرف السكانر. طريقة تعريف السكانر كمان بدنا نحفظها زي اسم. بدي أعرف متغير، أعطيله اسم حيكون من نوع سكانر. وإحنا اتفقنا بعملية تعريف أي متغير شو بيكون عندي النوع بالأول، بعدين اسم مين؟ اسم المتغير. فبدي أقول له أنا عندك متغير اسمه سكانر، من نوع سكانر، شو بدك تعطيله اسم؟ اعطيله اسم مثلاً input أو in اللي بدكم اياه، هاي انبوت، تمام. يساوي انت يا متغير اللي اسمك انبوت واللي من نوع سكانر، حتخزن جواتها قيمه اسمها نيو سكانر. ويا نيو سكانر انت مين بدك تستخدم جواتك؟ بدك تستخدم جواتك سيستم دوت ان، بدك تستخدم جواتك سيستم دوت ان. ليش؟ عشان انت رح تقرا من وين؟ حتقرا من الكونسول، حتقرا من الكونسول، فحتستخدم جواتك سيستم دوت ان. طيب هقول له بس حطبع رساله هيك صغيره للمستخدم، هقول له سيستم دوت اوت دوت برنت لين، هقول له هانا بليز انتر يور ذا راديوس اوف ذا سيركل. دخل لي بالله، دخل لي قيمة نصف القطر للدائرة اللي بدك تحسب، اللي بدك تحسب المحيط تبعها أو المساحة تبعتها. إيش حنعمل هون؟ حعرف متغير من نوع دبل، حسميه مثلا راديوس. حقول له أنت يا قيمة الراديوس رح تاخذ جواتك القيمة اللي رح يدخلها المستخدم. طب أنا كيف بدي آخذ القيمة اللي رح يدخلها المستخدم؟ حقول له أنه أنت رح تستخدم المتغير اللي أنا سميته input، وحتقول جواته dot next. شايفين next معناته أن أنت هلا رح تقرأ من المستخدم، بس شو رح تقرأ؟ لازم أعرف له المتغير، ولازم يكون نفس النوع اللي موجود برا. يعني إذا أنا بدي أخزن القيمة في دبل، تمام، بدي أخزن القيمة في دبل، بدي أقول له إنه أنت حالياً راح تقرأ قيمة دبل كيف؟ من next double، next double. لقدام لما نتعرف على متغيرات تانية حنشوف كيف راح نغير ال next double هذا. مرة تانية،
عشان نقرأ من المستخدم عن طريق شاشة الكونسول بنستخدم حاجة اسمها سكانر. السكانر من المكتبات اللي ما بتكون معرفة بشكل تلقائي بالجافا. أنت بتضطر تعمل جملة استدعاء. وين جملة الاستدعاء؟ بنستخدم فيها import. import يعني استورد. استورد المكتبة اللي اسمها سكانر اللي موجودة بجافا دوت يوتيل. وين بدنا نحط هاي الجملة عشان ما حد ينسى؟ ورجاء ركزوا في الكود اللي انتم بتكتبوه قبل جملة الكلاس. شايفين وين كلمة public class؟ استدعاءات اللايبرز بدها تكون قبلها، تمام؟ وكتبنا function المين. حكينا علشان انه احنا نستخدم السكانر راح نعرف متغير، انا سميته input، انتم بتسموه الاسم اللي بدكم اياه، ومن نوع سكانر. وجواته انت حتكون عبارة عن سكانر جديد. سكانر جديد هيقرأ بيانات من وين؟ من الكونسول. كيف حعرف ان انت هتقرأ من الكونسول؟ باستخدام جملة system.n. هذه الجملة انت شايفينها هون system.out.println، مجرد رسالة للكاستمر او لليوزر علشان يعرف انه شو بده يعمل. فبس بقول له ان انت هلأ بتقدر تدخل لي الراديوس اللي انت بدك اياه، بتقدر تدخل لي الراديوس اللي انت بدك اياه. وهي عندي هون دبل radius input next double، تمام؟ double radius، عرفت متغير اسمه radius، نوعه double، وحياخد القيمة اللي حيدخلها السكانر اللي اسمه input. إذا غيرتوا الاسم هان شباب صبايا لازم تغيروه هنا، تمام؟ حياخد القيمة اللي حيجيبها إلك السكانر اللي اسمه input، والقيمة هذه نوعها double، next double، next double. هذه حتتغير معانا لقدام لما نغير أنواع المتغيرات. وبعد هيك احسب double area حتساوي radius ضرب radius ضرب 3.14، واقول له system class capital dot out dot println system dot out println، وحنطبع نفس الجملة the area of the circle is the area of the circle، واطبع لها الراديوس. طبعا هذا تكست بطبع اللي بدكم اياه، بلس اخذناها بالفيديو السابق تساوي، خليني اعمل بس هون سبيس عشان ما لازقوش ببعض، تساوي اللي هي بلس اريا، تمام؟ تعال نعمل رن للكود ونشوف كيف حيطلع معانا. هي ديباج فايل. هاي بقول لي هون بليز انتر ذا راديوس اوف ذا سيركل. شايفين حاطط لي هنا المؤشر عشان ابلش عمليه الكتابه. فباجي هون بكتب، بقول له مثلا والله بدي اياك تحسب لي محيط مساحه الدائره اللي الراديوس تبعها 10، وبعمل انتر، بدعس انتر على الكيبورد عشان يدخل القيمه. ها شايفين اخذ القيمه 10 هيها، وحسب لي قديش الاريا وطلع لي اياها. مره ثانيه هاي ديباج، بليز انتر ذا راديوس، هاتوا ندخل راديوس مثلا 5، هاي انتر، هاي ذا اريا اوف ذا سيركل 5 از كذا كذا، تمام؟ اخذ الخمسه قراها، خزنها بالمتغير اللي اسمه راديوس. كيف قرأ الخمسه؟ عن طريق السكانر اللي اسمه انبوت، اللي انا سميته انبوت، تمام؟ وحسب الاريا وطبع لي اياه. يا ريت تطبقوا الفيديو هذا والفيديو السابق، وما تخلوه ولا تأجلوه، لأنه من الأشياء المهمة اللي حنضلنا ماشيين عليها إن شاء الله طول الفصل، تمام؟ يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله المحاضرة القادمة رح نكمل مع بعض هذا السكشن، ونشوف أنواع المتغيرات وكيف رح نستخدمهم مع بعض وكيف رح نغير فيهم، تمام؟